خلص احنا بنسمع فيه كان من البداية انه بده يصير عدوان بري على قطاع غزة، على قطاع غزة عدوان. يوم الجمعة بالليل احنا سمعنا صوت دبابات يعني كان كثيف في منطقتنا، منطقة سوق السيارات ولا قدام يعني عند شركة البطون الهندسية بالتحديد. كان في بالليل يعني بعد الساعة 9 بالليل سامعين صوت دبابات نازلين من الخط الشرقي من عند كارلي بالسريات بالميات، نازلين مشتحين على قطاع غزة. أنا كنت في بيتي، بيتي قريب من أسفلت شارع صلاح الدين. مضينا ليلتنا بالطخ والقذف والصواريخ والهون، ما عرفناش ننام طول الليل. وإحنا قاعدين أنا وزوجتي وابني وزوجتي الثانية كلنا في بيت واحد، بيت مكون من 5 6 غرف، قعدنا كلنا في غرفة واحدة صغيرة هيك قعدنا فيها خايفين. أنا بيتي كان من عبارة عن أسبست، الأسبست كله وقع علينا من صوت القذائف وقوتها وضخمتها. مضينا الليلة هذه بأجوبة، طلع علينا نهار يعني يوم السبت الصبح، إجى علي ابن عمي كان بيشرب قهوة، كانوا الدبابات الصبح شفناهم في النهار منتشرين في كل المكان، حتى اليهود شفناهم في الليل كانوا بينزلوا بعملية إنزال بالمظلات، بالمظلات كنا شايفين زي المطر، كيف إحنا بنشوف المطر الكثيف، كانوا المظلات نزلين كالمطر الكثيف، الدبابات منا وشرقة ومنا وغربة. في الليل أنا شايف بيتي مكشوف، المظلات تنزل، قلنا هذه يهود كلها يهود. الطخ كان من الصبح وين المكان بضرب في الدور بضرب في البني آدمين، الناس بتصرخ خايفين نطلع من المنازل تبعينا من البيوت يعني. إجا ابن عمي الصبح أول شيء شرب عندي قهوة يعني أروح على بيته آمن، بعد 5 دقائق 10 دقائق بعيد عني يمكن 100 متر صار يزعق علي، رحت أنا أشوفه أشوف إيش ماله، لقيته متصاوب ولقيت 2 متصاوبين عند عباب الدار يعني راح يسحب واحد، إجيت سحبته أنا كمان معاه، سحبت ابن عمي عبرته في قلب داره، لقيته متصاوب من رجليه وفي صدره من هان وفي جنبه وجهه وراسه ما فيش كان في أي شيء، ضل ينزف معايا الجوال ومعايا جواله. اتصلت على تعين الإسعاف 101، اتصلت على تعين الهلال، اتصلت على الشفا، اتصلت على تعين حقوق الإنسان، قعدت ناشد في العالم كله، أصحابي كلهم اتصلت عليهم يناشدوا كل العالم كمان من برا، كل واحد بتصل بقول له اتصل على اي انسان بتعرفه ممكن يجيب لي سياره اسعاف الحق ابن عمي. ضل ابن عمي ينزف من الساعه 8 للساعه 1 الظهر لما استشهد على ايدي. صارت الطياره الهليكوبتر تطخ على السطح، خردقت كل السطح كل الزينجو. بطلع حواليا لقيت الدور اللي حواليا صارت الساعه الدنيا بعد الظهر، لقيت كل الدور مليانه يهود، ما عرفتش اروح بيتي. بتصل على اخوتي غربه كلهم يقولوا لي طلعنا من قلب دورنا كانوا طيبين بعد الظهر كلهم طيبين، في واحد باقي منهم مستشهد اللي هو عطية السموني أبو فرج كان مستشهد أول واحد الصبح الساعة 8 أنا ما كنتش أعلم فيه، حطيهم كلهم في دار وائل السموني اللي هو وائل السموني الأخ، هذا وائل السموني ابن عمي، عنده بيت عبارة عن عمدان ما ظل وسقف ودار واسعة من تحت كلهم متجمعين فيها حوالي 80 90 نفر قاعدين كلهم في قلبها. الأطفال هذه وهذا وهذاك والبنت هذه والأخت هذه وإخوتي الكبار حتى الأخت وجيزانهم، أخويا الكبير وأخويا الأصغر وأخويا الأصغر وأخويا الأصغر وأولادهم ونسوينهم وعائلاتهم وأطفال، حتى الأطفال اللي نايمة هذه، شوف هذا الطفل كمان هذا هو ما سلمش، هذا الطفل كان معانا ما سلمش، كان مع امه، هي امه كانت موجوده، هذه عمته كانت موجوده، اخوه استشهد للطفل هذا اصغر منه، اخوها لبنت اخويا هذه بنت اخويا الاصغر من الكبير، امها استشهدت واخوها استشهد، في لها 4 اخوه كمان مفقودين، في كمان شهداء، هذه جوزها استشهد، ابن اخويا استشهد، اخويا الكبير طلال أبو صلاح السموني استشهد، أبو صلاح أبو فرج كلهم جماعة آمنين مسالمين، لا إلهم في إرهاب ولا في ضرب صواريخ ولا في تنظيمات، معروفين حتى للعملاء والجواسيس معروفين إنهم ناس آمنين.
حطوهم في دار وائل السموني، وريتكم اياه طبعا. هذا هو، هذا اللي نجي، الطفل هذا نجي من اولاد اخويا، من ضمن اللي نجوا والباقي كلهم استشهدوا. امه استشهدت، هذا ابن ابراهيم السموني، هذا اسمه رمضان. ابراهيم اخويا الاصغر من الكبير، ربنا هيك نجاه بعجوبه، لكن يا ليت ما نجي، كله اصابات وكله جروح، بده سنين من الزمن وعمر من الزمن حتى يتعافى ويتداوى ويتشافى. يعني مصيبته في رجليه وفي ايديه وفي جسمه، كله شظايا من القذائف اللي كانت تيجي عليهم على الدار، نجي باجوبه الله من فوق اطلاله. نقول الحمد لله. عبد الله هذا طفل ابن وائل من ابن صاحب البيت، كان موجود معاه في البيت. زوجة وائل كانت موجودة، ربنا نجاها بعجوبة. وائل ربنا نجاه بعجوبة، لكن كله إصابات وكله شظايا. وائل إيش صار عندك في البيت؟ مأساة، مش قادر، إنسان مصدوم، إنسان صابته صدمة حقيقية، كارثة إنسانية. لما بيلاقي أولاد عمه أولاد أخوه كلهم بيستشهدوا أمام أعينه، ماذا يفعل؟ ماذا فعل هذا الطفل؟ إيش سوى هذا؟ هل هذا كان يرمي صواريخ؟ هل هذا الأب المعروف في كل المنطقة ومعروف حتى للعملاء الإسرائيليين، للعملاء اللي عند اليهود، هذا بيرمي كان صواريخ؟ هذا يعني ما فيش عليه أي شيء، رجال مسالم من بيته لشغله بس. إيش عملوا الأطفال هذول؟ عنده ولد وبنت استشهدوا، واحدة اسمها رزقة واحدة ولد اسمه فارس استشهدوا. امه كمان استشهدت، امه لوائل صاحب البيت استشهدت. اخويا رشاد اللي هو كان له البيت الغربي، منزلينه كلهيتهم مربطين ايديهم، الجيش الاحتلال مربط ايديهم بكلبشات بلاستيك وحاطين ايديهم ورا ظهورهم، مربطينهم ومنزلينهم كلهيتهم، حتى النسوين كمان، النساء لم يخلوا من الرباط كمان بالايدين كلهم تحت، قالين لهم مش قادرين يمشوا فكين الرباط، وقالين لهم بتروحوا عند وائل في داخل البيت، كلكم بيت كلكم بتكونوا امنين. حتى هذه الست الكبيره بتكون خالتي اخت امي، الله نجاها هي واولادها، الله نجاها. ابو 10 اشهر وابو سنه أطفال. وابو سنتين كلهم اطفال، هذول تحين صواريخ، هذول تحين احجار زي هيك. والله احنا ما بنسامح كل الكبار من اجل ما حلوا مشاكل الصغار، لانهم الصغار حرام يعملوا فيهم هيك. موتوا شبابنا، موتوا شيوخنا الكبار، موتوا نسواننا، رملوهم، موتوا الشباب، ما خلوا حدا، حتى الدجاج موتوهم. حس من الله ونعم الوكيل، دورنا كلهم هددوهم من فوق ومن تحت، رمى علينا القذائف، رمى علينا الصواريخ، ما خلوا حاجة عندنا إلا عملوها وخربوا علينا. يعني قلنا الحمد لله، احنا لما طلعنا في الاخر مسلمين للموت، خلص مستشهدين كلهيتنا، قلت لهم بدنا نطلع. كيف ما كان الشهداء اللي ضلوا هذول ضربوا علينا القذائف، قالوا لنا انتم امنين في البيت هذا، بس احنا بدنا نطلع فوق نشوف مين بضرب صواريخ. طلعوا وسيبنا لهم البيت مكون من 3 طوابق، شوف مين بضرب صواريخ، حطونا في بيت احنا في امان. ضربوا علينا القذائف، قتلوا منا قد ما قتلوا، استشهدوا قد ما استشهدوا. بنت اتصابت صوابين، جوزها استشهد، طفلة 20 سنة استشهد جوزها محمد، ولادها طفلين ومات كمان طفل على صدرها عمره 10 اشهر، من مين الله بجوز هذا؟ بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل، واحنا صامدين مهما يقولوا الحمد لله صامدين باذن الله. هم بطياراتهم وبدباباتهم وبجيوشهم، لكن احنا الحمد لله صامدين. لو بضل عندك اخر طفل كمان، لو بضل ايش ما يضل، احنا صامدين باذن المولى، ولا اله الا الله محمد رسول الله.